وهو بيتكلم عن الديمقراطيه وحقوق الانسان، لف الصعيد ولف مصر بيتكلم عن الديمقراطيه وحقوق الانسان، عنده مدونه ومن اشهر المدونين في مصر. تم اعتقاله يوم 28 مارس على اصل مقاله كتبها اسمها الجيش والشعب عمرهم ما كانوا ايد واحده، سجل فيها انتهاكات الجيش اللي رصدها اثناء الثوره وبعد الثوره. على اثر هذه المقاله تم اعتقاله يوم 28 مارس، وفي اقل من اسبوعين في 13 يوم تحديدا اخذ حكم بالسجن 3 سنوات، حكم مشدد. بس مطلبنا بالنسبه لمايكل نبيل الافراج الفوري الغير مشروط عن مايكل نبيل. عسكر 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 ليه؟ عسكر 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 ليه؟ احنا صهاينة ولا ايه؟ احنا صهاينة ولا ايه؟ مايكل اليوم عامل اضراب من يوم 22/8 ل 11 يوم، يوم 31 بالليل دخل في غيبوبه وتم نقله مستشفى السجن. في الوقت ده في اكثر من 5 دول عاملين وقفات، في اسبانيا وفي في اليونان وفي في بريطانيا. ده بالنسبه لبره مصر. بالنسبه لجوه مصر في الاسكندريه وفي في الاسماعيليه وفي في اسيوط، 5 ل7 معاد الوقفه، كلنا بنطالب بالافراج على مايكل نبيل. جاي كمان اتضامن مع كل المحاكمين، محاكمات عسكريه في السجون العسكريه. ما قمنا بثورة قمنا علشان نرسي مبادئ الديمقراطية والحرية، لكن ما قمناش عشان كل شباب الثورة، كل شباب مصر يترموا سجون عسكرية بأحكام ظلمة. احنا معترضين على فكرة ان حد يحاكم علشان قال رأيه، وعلى فكرة ان في مدني يحاكم محاكمة عسكرية. يعني حتى لو هنحاكمه وده اساسا مش مفروض انه يتحاكم على رأي او حاجة قالها، ففي الحالة دي يتحاكم محاكمة مدنية على الاقل، ما يتحاكمش محاكمة عسكرية.